بدأت في إمارة موناكو أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة السلام والرياضة، وذلك بحضور الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو والأمير نواف بن فيصل بن فهد عضو المنظمة وسفير السلام. وألقى الأمير نواف كلمة الافتتاح لأعمال المؤتمر كأول سفير للسلام لهذه المنظمة، وأكد في كلمته أن السعودية عبر مشاركتها الدائمة في فعاليات وبرامج المنظمة تعمل على نشر السلام بين الشعوب، داعية دول العالم إلى التعاون الفعال لإيجاد حلول سريعة لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.